لماذا لجأت إليها إسرائيل مؤخرا في أنفاق غزة؟ مع بداية الحرب على غزة كانت تستخدم طائرة التجسس والاغتيال كوادكوبتر في مراقبة أهالي القطاع بغية الوصول إلى أهداف عسكرية. اليوم بات شغلها الشاغل البحث عن الأنفاق. صغر حجمها وسهولة التحكم فيها جعلها ذات مهام خاصة، يصعب على قوات المشاة ونظيراتها الجوية إتمام هذه المهام، خاصة لو كانت في منطقة سكانية عالية الكثافة كقطاع غزة. كوادكوبتر بأربع مراوح أفقية استخدمت للمرة الأولى لأغراض مدنية طورتها شركات إسرائيلية بشكل ملحوظ للقتال، حتى أنها تطير بشكل ذاتي من خلال برمجتها وتحديد مسارها. تستطيع كوادكوبتر التحليق في الجو لـ40 ساعة متواصلة، وبسرعة قصوى تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة. يمكن لهذه الطائرة الدخول إلى ممرات الضيقة والأنفاق، والأدهى من ذلك حمل مواد متفجرة وتفجيرها بدقة عالية أو تنفيذ عمليات اغتيال. فما الذي يدلل على ذلك؟ في عام 2018 استخدمت إسرائيل كوادكوبتر للمرة الأولى عسكريا ضد الفلسطينيين لتفريق المتظاهرين خلال الاحتجاجات على حدود غزة بإلقاء قنابل الغاز. طورتها إسرائيل أكثر حتى أنها نفذت عملية اغتيال لقيادي في حركة الجهاد الإسلامي عام 2019 داخل غرفة نومه. وفي عام 2021 دخلت أسراب منها إلى غزة لتحديد بنك أهداف، ووقتها أسقطت القسام عددا منها. ناري هورويتس قائد سلاح المدفعية المسؤول عن تشغيل الطائرات المسيرة يقول إن كوادكوبتر أصبحت تمثل 80% من ساعات الطيران في عمليات الجيش، وتدير النساء ثلث هذه الطلعات.